هفرجك على المؤتمر عشان أسألك بعد منه السؤال الصريح، هل كان لاسارت ضحية هذا المؤتمر ولا لا؟ نشوف. ايكونوميكا كمان في جانب طبعا في كلامك هو جانب مادي يعني. No se puede traer por traer. مش فكره ان احنا نجيب لاعب وخلاص يعني. Si a nosotros pedimos jugadores que fueran mejores. احنا طلبنا لاعبين يكونوا de los que تن... احسن de los que tenemos. يعملوا فرق يعني في الفريق ويكونوا احسن من المتواجدين. Y ese jugador, no lo conseguimos. واللي انت بتقوله ده احنا ما قدرناش نحصل عليه. Cuando uno gana, لما واحد بيكسب está todo bien. بيكون كله كويس. Y cuando uno pierde, ولما واحد بيخسر no hay simpatía con los jugadores, como dijo él. بيكون ما فيش انسجام مع اللاعبين. El fútbol es así. الكرة هي كده، لما تكون كسبان بيبقى ليك رأي، ولما تكون خسران بتطلع طبعا انتقادات. هو بيقول لما يكون الواحد فائز في مركز الهجوم احنا طلبنا في مركز الهجوم، لكن بيكون في عامل مادي طبعا بيتحكم في الموضوع، مش مجرد ان انا بطلبه وخلاص. فده اللي هو قاله يعني، احنا كنا طالبين لاعبين يعملوا فرق في الفريق. احنا ما تواجدش اللاعب ده، احنا نقدر نجيبه عشان يعمل فرق في منطقه الهجوم. ده اللي هو قاله. ما لقيناش ده. يعني هو طلب في مراكز معينه، جات المراكز المعينه دي في مركز الهجوم طلبنا، لكن ما تواجدش لاعب يقدر يعمل فرق معانا ويكون احسن من المتواجد معانا. مندهش جدا من الاجابه دي. اول مره اشوف مدرب بيطعن في ده. هو خارج من المدرب، المفروض يقدم استقالته. ليه؟ لانه طعن في فرقته، طعن في كفاءتها. قال ان انا ما عنديش لعيبه تقدر تشيل المسؤوليه، كنت عايز لعيبه احسن منها. ازاي هتنزل تمرنهم تاني يوم ولا هو بس شغل لقمه عشان تاخد الشرط الجزائي؟ يعني انت اعلنت انك سحبت. اول مره اشوفها مدرب يسحب الثقه من الفريق ومن الاداره. الاداره اللي بيقول لك مساله فلوس، مش تجيب لي لعيبه وبس. فلوس ده الماركاتو الاغلى في تاريخ الانديه المصريه. الاهلي عمله وعمله مرتين في يعني الشتاء ودلوقتي. وبعدين يجي يقول لك ما جابليش اللي انا عايزه. هو انت لعبت حد من اللي جه عشان تقول لي ما جابليش اللي انا عايزه؟ ده اللي انت عايزه يعني انت طلعت واحد من نجوم صفقات الشتاء اللي احنا بنقول يعني ناجح بكل المقاييس، حمدي فتحي. طلعته ولعب حد من الصفقات الجديده، فتحت نص الملعب خالص. يعني اذا كنت انت عملت كده، طلعت اللاعب الاهم اللي كان موجود، سيبك منه فتح الملعب ولا مش فتح، انما ثقتك انك تنزل مجدي قفشه مكان حمدي، يبقى انت عارف ان ده لعيب يحدث فارق. والا نزلته ليه؟ كنت سبت بقى اللعيب القديم. اذا هو صفقة في تناقض. هو تشعر انه فقد الكنترول وفقد صوابه، وعايز يقول للناس انا كسبت الدوري، ما تطلبوش مني حاجه تاني. قالها، سمعوني كده، مين بطل الدوري؟ يقول لا، قول لي مين بطل الدوري. ايه اللي مين بطل الدوري؟ يعني ايه مين بطل الدوري؟ بطل الدوري النادي الاهلي اللي خده 41 مره. انت ما جيتليش اللي واخده السنه اللي فاتت. اللي عمل صفقات وصرف له حوالي ربع مليون جنيه صفقات عشان يدعمك. ايوه. يعني جاي ببساطه شديده كده تتجرأ وتقول ما عملوليش وعملولي. لا، هو ما كانش ينفع يستمر خمس دقائق. ما كانش يستمر خمس دقائق؟ خمس دقائق يعني بعد المؤتمر ده. لا يمكن. لا يمكن. واحد، انت قلت تعبير ظريف، هو سحب الثقه من اللعيبه والإدارة. هو ما عايز اقول لهم يعني مش مكمل، جبت لكم الدوري انتوا عايزين مني ايه؟ يعني المفروض ان احنا بقى ايه، نكافئوا، نطلعوا رحله على حساب النادي الاهلي الست اشهر الجايين دول للاحتفال والاستجمام من المشوار الصعب قوي اللي خاضه، لانه جاب لنا الدوري، فمش مطلوب منه حاجه. ويلا يا اولاد نلعب سوا، على ما لاسارتي يستجم في البهاما ولا في المالديف ويرجع لنا بعد ست اشهر. ده انا ما شفتش مدرب كده في حياتي. طيب خلينا نقعد في مقاعد المتفرجين بقى. اللي كانوا منتقدين لاسارتي ويقول لك طب ما الجمهور
انتقدنا لسارتي كتير جدا وما كناش عايزين يكمل، رأيك ايه؟ رأيي زي ما انت قلت كده، انا كان عندي التزامات مش عايز اغامر بيها. وهو كان يحقق لي الحد الادنى من النجاحات اللي كانت مطلوبه. يعني انت يعني جاي مدرس لاولادك، ما هو حتى لو انت حاسس انه مش احسن حاجه، انت داخل على الامتحان بس بداوا يجاوبوا وشعرت ان في تقدم حصل له. الاحسن اجيب لهم واحد جديد يبتدي من الصفر، ولا نكمل بقى ال 10 15 يوم دول؟ ما في ناس بتنتقد مشايان جروس قبل الثلاث ماتشات بتوع الدوري بالظبط بتوع الزمالك، اي وبيعتبرهم من اسباب ضياع الدوري. وقد يكون هذا وقد يكون لا، انا مش عايز اخش في ظروف غيري، ولكن هذا منطق. هذا منطق اداري انه في حد مسؤول عن عمله يكمله عشان تقدر تقيمه حتى على الاقل من ناحيه منطقيه. هذا منطق اداره وفلسفه اداره.